كثير من الناس بيشتكي من الأرق وعدم النوم بصورة جيدة بسبب إنه بيفكر في مصائبه وفي مشكلاته قبل النوم، ما بالتالي ما انتش هتنام كويس، إن في أرق لازم لابد أن يتأكل أرق. لكن لما تفوض الأمر لله، شوف التفويض، شوف كمال التفويض، اللهم إني أسلمت نفسي إليك. هذا الدعاء مش بتقوله في السجود، ده بتقوله قبل النوم، أصل برضه كل دعاء من أدعية النبي أو كل ذكر من أذكار النبي صلى الله عليه وسلم لابد وأن تتأمل في معانيه، ولماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذكر في هذا اليوم. شوف كمال التسليم والتفويض لله سبحانه وتعالى. اللهم إني أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك، يعني بتقول يا رب مهما كانت مصايبي أنا سلمت لك نفسي، فوضت لك أمري. اللهم إني أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك، يعني يا رب أنا في حمايتك، يا رب حصني، يا رب أعطيني القوة، ألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك. هذا هو معنى الذكر. وهكذا فالإنسان لابد أن يدرب نفسه على المحاسبة لا سيما قبل النوم.